بعد الخطاب الأخير للقايد صالح الذي تمحور حول الأوضاع في البلاد وحول محاسبة بعض الأطراف التي تريد ضرب الحراك حسبه، تفاعل الشارع الجزائري في الجمعة التاسعة مع رسالة قائد الأركان بشكل إيجابي. اليوم احنا نقول يجب علينا ككل مواطنين أن نتكلم بلسان رجل واحد وأن نلتف على هذه المؤسسة العسكرية. القايد صالح يا قائد الأركان، احنا رانا معاك، جيش وشعب رانا معاك، احنا تاع الأمس واليوم والغد. كما طالب المتظاهرون الفريق قايد صالح التحرك السريع لمحاسبة من سماهم بالذين يريدون ضرب الحراك، معبرين عن دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية. الحمد لله عندك حينك ومش وحدك، كي نقول لك القايد أني دايماً جماعة نقول ومن أنسيستيوش على الشخص الواحد، أي مؤسسة. يا قيادة الأركان أمشيوا على مبيان أول نوفمبر. القايد صالح رانا معك، جيش الشعب. القايد صالح رانا معك، حاسبهم. جيش الشعب خوا خوا، جيش الشعب خوا خوا، جيش الشعب خوا خوا. تتوالى الجمعات وتبقى المطالب ثابتة، وهي التغيير الجذري في السلطة بطريقة تعكس سلمية المظاهرات.